استخدام بويضة ملقحة من الغير. يعني الأب واحد غريب والأم صاحبة البويضة واحدة غريبة. هنا الحقيقة بيبقى السبب الرئيسي حاجتين، وركزوا معايا في الحاجة التانية. الحاجة الأولى عدم قدرة الزوجين معا على الإنجاب لأسباب عديدة، احنا اتكلمنا في أسباب قبل كده تنطبق عليها الأسباب اللي قلناها قبل كده في الغالب. يعني لا هو قادر على الإنجاب ولا هي قادرة على الإنجاب، والأسباب عديدة. هي قادرة على الحمل، الرحم يقبل أي بويضة ملقح، ولكن لا تنتج بويضات أيا كان السبب، أيا كان الجراحات، أيا كان وضع المبايض، أيا أيا أيا. طيب هي مش قادرة، عايزة طفل وما عندهاش بويضات، وهو ما عندوش حيوان منوية أو غير قادر لأي أسباب برضو اللي قلناها الصبحية، فبيلجأوا إلى بويضة ملقحة من بنك بويضات ملقحة. ده أول سبب. تاني سبب كارثي وده بدأ ينتشر، المثلية الجنسية. اتنين عايشين مع بعض وعايزين طفل، هما من اتنين رجالة واتنين ستة عايزين طفل، يجي ازاي ده؟ لو اتنين رجالة هيدوروا بقى على مين ياخد البويضة الملقحة كمان يعني في الرحم بتاعها، انما لو اتنين ستات ممكن واحدة فيهم تقبل بويضة ملقحة من بره وتاخدها جواها، لانها مش هتقبل انها تعاشر واحد وهي بتحب واحدة. كارثة يعني، بتشجع على الكلام ده. طيب هل في مشاكل اجتماعية مجتمعية تترتب على الكلام ده؟ طبعا. عشان كده يا ولادي احنا مش عايزين ناخد الامور بسطحية، احنا عايزين نحلل التبعات، النتائج، المشاكل التالية ايه في مثل هذه الامور. اول مشكلة، المولود مولود مجهول الهوية، غير معروف من ابوه ومن امه. الامر الثاني، هذا المولود قد يولد بمشاكل مرتبطه بجينات والديه. نفاجأ ان المولود عنده مشاكل اخذها عن والده عن والدته ايا كانت، انت مش عارف ايه اللي مستخبي. الامر الثالث، وربما يظهر مع الوقت وده حدث بالفعل، ان ليه عشرات الاخوات، وعندكم في امريكا اتكلموا عن قضايا زي كده، واحد اتضح عنده، تخيلوا بقى طفل، لقاله بعد شويه والنهارده بدي ان ايه سهل قوي يعرف مين نسبه واصله وفصله واخواته، لقاله جيش من الاخوات، حدش بيفكر في دي. الامر الاخر، عن طريق الدي ان ايه قد تظهر امه الفعليه او ابوه، ويبقى البويضه الملقحه دي الام اللي دخلتها في الرحم تشعر ان ده ابنها، وظهرت الام صاحبه البويضه الاولى او الراجل. الوضع الاجتماعي ايه؟ انعكاسها على الطفل ده نفسه ايه؟ ده انا عايز اقول اكتر من كده، الابن ده اللي هيتربى في وسط اب وام مش هم ابوه وامه، وطبعا ما بيقولولوش وما بيقولوش للمجتمع، هو اكتشف ان ده مش ابوه وامه. تخيلوا الولد ده لما يكبر او البنت، بيكرس حياته عشان يعرف مين ابوه الحقيقي وامه الحقيقيه.
تخيلوا الولد ده أو البنت ده نظرته الأبوية إيه اللي هو تربى في بيتهم لما تأكد إن هم مش أبوه وأمه الفعليين. تخيلوا بقى مشاعره لما يعرف إن هم خبوا عليه حقيقة أمره واكتشف بالصدفة لأي سبب إن كان مع الحداثة بتاعت العلم بتاع النهاردة. رد فعلها إيه؟ يا جماعة إحنا بنحاول نحل مشكلة حل وقت لحظي دون النظر إلى التبعات وإلى النتائج إيه اللي ممكن يحصل. ده أنا عايز أقول لك أكتر من كده. هم جايبين الولد وراحوا البنك الأجنة ده وعايزين لونه كذا وطوله كذا، بيحاولوا يجيبوا واحد قريب من مواصفاته، مستحيل. وبعدين أهلهم اللي حواليهم والستات قواريب، أقولها تاني ولا يقعدوا يتنمروا؟ جابوه منين ده؟ ده مش شكله. تخيلوا معايا المجتمع المحيط بدأ يستشعر إن مش ابنهم. وإحنا كشرقيين بلاش أقول كمصريين ونبدأ نتكلم في كل حتة ونشكك. تخيلوا النتائج إيه؟ مش حاسبين النتائج. اسمح لي أقول لك ما هو أكتر من كده. ده هنا هنبدأ ندخل في قصة تانية خالص. أنا عايز، ما بيروح بقى لله، ولد بمواصفات خاصة، عايز أبيضاني وعينه ملونة طول وعرض، وعايزه ذكي، وعايزه 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 وعايزه، بحط مواصفات. فين إرادة ربنا؟ فين الموضوع؟ ويبدأ الإنسان يفقد هويته مع الوقت وانتمائه مع الوقت. عايز أقول لك اسمح لي أن أترك العنان لتفكيري وأرسم سيناريو معين. الجماعة بتوع العلم دول ما بيسكتوش. طب ممكن يعملوا إيه يعني؟ عايزين يجيبوا ولد سوبر، عايز يجيب ولد بذكاء الإنسان بس بسرعة الفهد وفي نفس الوقت بقوة الأسد وبخف الدم القرد. تخيلوا معايا بس اللي أنا بقوله ده، وما تستبعدوش حاجة، ما تستبعدوش اللي بقوله ده. وتلاقي بقى ده نشتغل في هذا الموضوع وعايزه ذكي ولو بخبز الثعلب عشان أجيب إنسان مش إنسان. ما أنا سمحت إن أخذ بويضة ملقحة فممكن يلعب في الجينات ويجيب جينات من كائنات أخرى تحمل مواصفات جديدة على الإنسان ويضيفها لهذه البويضة الملقحة. كارثة، كارثة إنسانية. يا جماعة إحنا مش قادرين إن إحنا نترك لذهننا العنان. ماذا بعد؟ ماذا بعد تدمير البشرية؟ والبداية اتنين مش عارفين يخلفوا، عاوزين يحلوا مشكلتهم ولو على حساب تدمير الجنس البشري كله. ما هو ده البعد البعيد قوي. عشان كده باختصار شديد ولهذه الأسباب وغيرها البويضة الملقاحة في الكنيسة مرفوضة. وأرجو الأهالي يقتنعوا بده، روح تبنوا طفل أحسن. وأرجو الأباء يبقوا حريصين على ده، ما يضعفوش أمام عواطف الناس ودموع الناس واحتياجات الناس. احنا بنفكر بنظرة اكثر شمولية وبنبص على كل الابعاد اللي ممكن تؤثر بالسلب على المجتمع المسيحي والمجتمع الكنسي بل والمجتمع البشري.